iradi db wel ee gacanta ku haysay martisada magaalada berber qayb ayay siisa yuhda shirkadyuhda ayaa fulinysa qayb ka mid heshiiska magaalada berbera imaaraadka iyo yuhdda ayaa dhowaan heshiis ballaara kala seixday oo dhinacyo kala duwan leh hadaba dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa iskaashanaya sharaakiinta yuhuudda iyo kuwa imaaraadka sidaa daraadeed db w ayaa ka mid noqotay kuwa ugu horeeya ee heshiisya la gaara shirkado agga yuhdda laga leeyahay waa kan barnaamijka oo telefishnkacaanka ljaziira falanqeynayo أعلنت شركة دوفر تاور الإسرائيلية أنها وقعت اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ مع موانئ دبي العالمية الإماراتية. قالت الشركة في بيان أن شركتي إسرائيل شيبياردز والأحواض الجافة العالمية دبي لبناء السفن تدرسان الدخول في شراكة لإنتاج وتسويق منتجات في دبي. اتفقت دوفر تاور وموانئ دبي العالمية على إنشاء خدمة شحن مباشر من ميناء جبل علي في دبي إلى ميناء إيلات بوقت إبحار مدته عشرة أيام كما وقعت الشركة الإسرائيلية مذكرة تفاهم مع إدارة جمارك دبي بشأن التعاون في إنشاء بنية تحتية فعالة لتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأقدمت مجموعة موانئ دبي العالمية في السنوات الأخيرة على عمليات استحواذ أنفقت فيها مليارات الدولارات للسيطرة على موانئ في مختلف أنحاء العالم ودخلت موانئ دبي العالمية في نزاعات قانونية حيث أنهت حكومة جيبوتي عقد الشركة الإماراتية لإدارة محطة محطة دورالي للحاويات في شباط فبراير من فبراير من عام 2018 في نزاع استمر ست سنوات قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي لاحقا بان عقد المجموعه مع جيبوتي صحيح وملزم وما زالت موانئ دبي تنتظر عرض حكومه جيبوتي لحل القضيه التي تقول المجموعه انها كبدتها خسائر تجاوزت مليار دولار كما اعترضت الحكومه الصوماليه على اتفاق ثلاثي في عام 2017 بين موانئ دبي واقليم ارض الصومال وإثيوبيا بشأن تشغيل المجموعة الإماراتية لميناء بربرة شمال غربي الصومال بحصة تبلغ 51% وخمسين في المئة واعتبرت مقديش أن الاتفاق غير قانوني وينتهك سيادتها ينضم لنا الان من عمان اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي اهلا بك سياده اللواء فايز اذا شركتا دوفر تاور وموانئ دبي العالميه اتفق اتفقتا على انشاء خدمه شحن مباشر من ميناء جبل علي في دبي الى ميناء الى